الحاتمي الذي وصل به الضلال والكفر إلى وحدة الوجود، يقول بوحدة الوجود والعياذ بالله، وأنه ليس هناك خالق ومخلوق، بل الخلق بل الموجود، الوجود كله هو الله، الوجود كله هو الله. والذي يقول فيه خالق ومخلوق هذا مشرك عند ابن عربي، انتهى به الضلال إلى هالحد. الوجود كله هو الله، وليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق. نعم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.